عيد العمال لهذا العام تحول من الاحتفال إلى المواجهات، في إشارة لتفجر الاحتقان المتراكم بسبب تدني المستوى المعيشي لهذه الطبقة التي ما تزال تطالب بتعديل الأجور وقوانين العمل. ولعل المشهد الأبرز كان في فرنسا التي غيرت فيها السترات الصفر موعد تظاهراتها من السبت، وخرجت بقوة لتشتبك مع الشرطة، وهي التي تحتج منذ أشهر ضد حكومة ماكرون على فرض ضرائب جديدة. كذلك الاحتفالات في تركيا ردت عليها الشرطة بحملة اعتقالات عشوائية بحجة تنظيمها بشكل غير قانوني، بينما أراد المتظاهرون من خلالها رفض سياسات أردوغان التي أدت إلى تراجع اقتصاد بلادهم. عيد العمال في تونس شكل فرصة للحكومة للإعلان عن رفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، وهي مطالب لطالما أججت الشارع التونسي وكانت محل توتر مع حكومة الشاهد. المناسبة أيضا احتفل بها الجزائريون بالنزول إلى الشوارع للتأكيد على مطالبهم التي تتلخص بمحاسبة الفاسدين ورحيل ما تبقى من نظام بوتفليقة، بالإضافة إلى تغيير واجهة نقابات العمال. جاسم محسن، العربية.